لحظات وسنشنف أسماعنا بإذن الله تبارك وتعالى مع القارئ المشارك المتأهل للمرحلة النهائية من أندونيسيا داروين حسيبوان، والذي انتخب من النصوص المقدمة إليه من سورة الإسراء من الصفحة 283 بدءا من الآية 9 وانتهاء بالآية 21، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها تشکر میکنم از قاری محترم راه یافته به مرحله پایانی 28مین دوره مسابقات بین المللی